فيلمنا النهاردة اسمه ساندر بانتيس، وبيحكي عن طفل بيطلق غازات أسطورية. ده مش أسطورية بس، دي غازات شغالة المركبات الفضائية من قوة إصدارها. ما تيجي نشوف، بس الأول سد مناخيرك معانا وجهز الفواحة الجميلة. بيبدأ الفيلم مع السماج مراته وهم معاهم بنتهم، ومراته كانت بتولد الطفل التاني ليهم، ولكنها كانت ولادة صعبة جدا والأم كانت تعبانة فيها قوي من شدة الألم اللي هي حاسة بيه. وقتها كل الدكاترة كانوا بيحاولوا يساعدوها لحد ما قدرت انها تولد الولد، ولكن ما تولدش ولادة طبيعية. لا ده كان بيطير لفوق بعد ما خرج، والدكتور فضل يجري وراه علشان يلحقه قبل ما يقع على الارض ويحصل له حاجة. وبعد كده الدكتور بيقدر يمسكه وبيسلمه الام وابوه وبيسموه باتريك، والدكتور بيصورهم صورة تذكارية، ولكن وقتها بيطلق غازات صعبة جدا وبتسبب مشاكل لكل اللي كانوا موجودين وقتها. وبعد كده بيرجعوا بيه للبيت، ولكنهم بيعيشوا ايام صعبة جدا مع ابنهم باتريك بسبب الغازات الصعبة اللي كان بيخرجها دايما، ده غير صوتها العالي جدا اللي كان قادر يخترق الزجاج، وطبعا الريحة كانت فظيعة وهم مش مستحملين اي حاجة من كل ده. واهله كانوا دايما بيصحوا بالليل على صوت الغازات بتاعته وهم مش مستحملينها نهائي. وفي يوم ابوه بيدخل عليه علشان يغير له لبسه، ولكن باتريك بيطلق صواريخ، وهنا ابوه بيتحدف لورا وبيخبط في التابلوهات على الحيطة من شدة الغازات وقوتها. وابوه بيفضل جنبه طول الليل علشان يغير له اللبس بتاعه اللي كان متبهدل بسبب الغازات، ده غير الازعاج اللي بيحس بيه ابوه وهو نايم جنبه. وهنا ابو باتريك كان عاوز حل علشان يعرف ينام من صوت ابنه، وهنا قرر يربط جسم باتريك اللي تحت بكيس علشان يكتم الغازات اللي طالعه من ابنه. والخطه بتنجح والصوت بيقل، ولكن وقتها الكيس بيتنفخ على الاخر مع الوقت، وفجاه بيضرب ويطق وبيعمل صوت عالي جدا، بيصحي امه من النوم مفزوعه، وبيصحى كمان كل الجيران واهل المدينة على صوت غازات باتريك اللي كانت زي انفجار قنبلة بالظبط. وبتمر الايام وبيكبر باتريك، وابوه بيفضل يعاني من مشكلة الغازات بتاعته، وبيعمل افكار وحلول كتيرة علشان يقدر يريح نفسه من مشكلة غازات ابنه، ولكن بدون فايدة. وهنا بتجيله فكرة يوصل خرطوم من باتريك للخارج من الشباك علشان يوصل الغازات بتاعته للخارج على طول ويرتاح منها شوية، ولكن الخرطوم بيفك منه وبيجي في وش ابو باتريك اللي كان متجبس من كل حتة بسبب ابنه. وهنا كل الغازات بتطلع في وش ابوه، وبيتنقل المستشفى بسبب اللي حصل له من ابنه باتريك. وبعد ما ابوهم خرج من المستشفى كان بيتحجج دايما علشان ما يفضلش في البيت وقت ما ابنه موجود فيه، ومش بيقدر يستحمل اللي بيحصل، وبيقرر يطفش من البيت وبيسيبه ويمشي، ومراته كانت بتعيط وراه. ومن وقتها باتريك ما كانتش بتحب باتريك بسبب اللي عمله في العيله، وكمان اخته دينيس اللي كانت بتكرهه مش بتطيقه بسبب اللي هو عمله. وبتعدي الايام وبيكبر باتريك لحد ما بيوصل لاول يوم هيروح فيه المدرسه، وباتريك كان متحمس جدا لاول يوم، وغالبا كان فرحان انه هيأذي حد تاني جديد بالغازات بتاعته. وطبعا وهو في المدرسه باتريك بيطلق غازات كتيره جدا وهو في الفصل، وده بيخلي كل الطلبه بالمدرسه يبعدوا عنه الا واحد بس اسمه ألان. وألان كانت مشكلته كلها في الحياة انه مش بيقدر يشم ولا بيعرف يميز الروائح، علشان كده ما كانش شامم طبعا اللي بيعمله باتريك. ومن وقتها بقى صاحب باتريك الوحيد، وبيعملوا كل حاجة مع بعض. وبتعدي الايام والاتنين بيكبروا بيكونوا مع بعض دايما وبيعملوا كل حاجة سوا مع بعض. وعلى الرغم من كل ده، لكن باتريك كان مدبوس في المدرسة، كله بيتنمر عليه وبيضربه، وخصوصا الواد ديمون اللي كان في الرايحة والجاية يضرب فيه ويرميه على الارض. وفي يوم من الايام كان في نشاط مهم في المدرسة بتاعت باتريك، والمدرس طلب منهم كلهم محدش يتكلم علشان في ضيفة مهمة جاية. ولكن باتريك وقتها طبعا مش بيعرف يمسك نفسه بعد ما حاول كتير يكتم اللي جواه، ولكن بسبب ان باتريك رويح فكان بيحب يهوي على الطلبة كلهم. وهنا اطلق باتريك الغازات بتاعته، وطبعا اتسبب بمشكلة كبيرة في المدرسة، وعلشان كده كله بعد عنه، كمان فصلوه من المدرسة بسبب اللي عمله. وباتريك طول الوقت كان بيفضل قاعد في الأوضة بتاعته وهو مكتئب، ودايما كان بيحس انه نفسه يطلع رائد فضاء، وكان بيتفرج دايما على المركبات الفضائية وهي بتطير لفوق في الفضاء، وكان حلم حياته يكون واحد منهم. في يوم من الايام وهو باتريك بيتفرج على برامج رواد الفضاء والفلك، سمع واحد فلكي مشهور بيحبه انه بيقول ان اهم صفة المفروض تكون موجودة في رواد الفضاء هي انهم يقدروا يتحكموا في نفسهم كويس جدا. وبما ان باتريك ما بيقدرش يمسك نفسه دقيقتين على بعض، فبيكتئب وبيزعل لانه مش هيقدر يحقق حلمه. وألان صاحب باتريك كان نفسه في يوم من الايام يكون عالم، وكان هدفه في الحياة انه يقدر يصنع آلات تطير من غير بنزين ويوفرها. وباتريك كان عارف ان صاحبه ألان بيحب الاختراعات، وان طلب باتريك من ألان انه يخترع له
الجهاز يقدر بيه يكتم الغازات بتاعته علشان يقدر يحقق حلمه في الحياة. ويالان بما انه صاحبه فبيقرر يعمل جهاز يكتم بيه غازات باتريك ويجمعها يمكن يستفادوا منها في اي حاجة تانية. وبيفضل الان في المختبر بتاعه ساعات علشان يخترع اللي باتريك طلبه منه. وطول ما كان في المعمل كان باتريك قاعد قدام المعمل بياكل كل اللي نفسه فيه وبيطلق غازاته، لما بيتعب بيريح له شوية وينام لحد ما يخلص الان. ولكن وقت ما كان باتريك قاعد قدام المعمل كان في واحد في عربية بيراقب باتريك وبيصوره من غير ما ياخد باله. وبعدين الان بيخلص وبيعمل جهاز بيسميه لباس الرعد بما انه بيكتم غازات يعني، وانا بيسلمه لباتريك وبيطلب منه يلبسه وبيلبسه باتريك. وقتها بيكون بيجمع الغازات بتاعة باتريك كلها في صندوق، وبعدين لما بيتملى الصندوق ده بيحطوه في فرن وبيتخلصوا من كمية الغازات الموجودة فيه. ومن وقتها باتريك حس بالفخر وانه اخيرا هيقضي على المشكلة الكبيرة اللي كان بيعاني منها في حياته. وبيشكر باتريك الان صاحبه جدا لانه اخيرا ساعده في حل مشكلته. وبعد كده بيرجع باتريك البيت وهو نفسه ياكل كل حاجة قدامه بعد ما كان مسموح له ياكل حاجات معينة بس بسبب المشكلة الكبيرة اللي كانت عنده. ولما بيرجع البيت بيلاقي اخته قاعدة بتاكل فاصوليا بيضة وانا بياخد منها المعلقة وبياكل، واخته بيكون مرعوبة من اللي هيحصل. ولكن باتريك بياكل براحته بسبب الجهاز الجديد اللي بقى معاه. وتاني يوم في مدرسة باتريك بيجي وقت النشاط وباتريك بيكون قاعد ساكت ومش بيطلع اصوات، وكلهم بيكونوا مستغربين منه لانه ساكت بالشكل ده ولكن بيعدي الوقت من غير ما يعمل اي حاجة. وبعد كده بيخرجوا للفسحة، وقتها باتريك بيقعد مع صاحبه الان وبيطلب منه يكتشف موهبته اللي جواه لانه طول الفترة اللي فاتت كان مشغول بالغازات وما كانش بيفكر في حاجة غيرها. وقتها الان بيسأل باتريك هو انت اشمعنى جاي دلوقتي تفتكر الموهبة بتاعتك؟ وهنا باتريك قال له انا شفت رائد الفضاء اللي بحبه قال في التلفزيون ان لازم كل واحد يكون عنده موهبة خاصة بيه هو بس، وانا عاوز اكتشف الموهبة بتاعتي في اسرع وقت. وبعدين ديمون بيجي ويقف معاهم وبيطلب ياخد صندوق الاكل اللي في ايد باتريك منه، وباتريك بيحاول يفهمه ان مفيش اكل فيه ولكن مفيش فايدة. وهنا ديمون بيفتح الصندوق وعينك ما تشوف الا النور. بيخرج منه وقتها غاز لونه اخضر وريحته وحشة جدا، وهنا ديمون بيتعصب على باتريك وبياخده ويربطه قدام العيال كلها. وبعدين كله بيتجمع حواليه وبيقدروا ياخدوا منه الجهاز بتاعه اللي بيكتم الغازات وبيقلعوا له وبيفضلوا يتريقوا عليه ويشتموا فيه قدام الطلبة كلها وهو كان هيموت من الحزن. ولكنه بيستخدم سلاح الغازات بتاعه بيقدر يطلق عدد كبير جدا من الغازات ناحيتهم، وكله بيفضل يسميه ابو ريحة وحشة باتريك. وباتريك كان خلاص بدأ يدخل في مرحلة اكتئاب. وبيجي تاني يوم وباتريك مش بيروح المدرسة بسبب اللي حصل معاه امبارح، وألان صاحبه بيروح له في البيت وبيكون عمل له جهاز رعد تاني علشان يلبسه بدل اللي الطلبة قطعوه. ولكن باتريك وقتها كان مكتئب وما كانش فارق معاه يلبسه او لا، وهنا قال لألان بكل حزن انا كده حلمي راح وضاع اني اكون رائد فضاء وخلاص ما بقاش فارق معايا اكتم الغازات او لا، فانا هكمل كده ومش مشكلة بقى. وهنا ألان كان ذكي وقال له لو عاوز تكون رائد فضاء لازم تخس ويكون عندك لياقة كبيرة جدا وتعدي بكل الاختبارات اللي هم هيعملوها علشان تكون رائد فضاء زي ما بتحلم، وكده كده انت تخين يعني فكك. وألان وقت ما جه يكحل عماها بسبب كلامه اللي قاله مع باتريك، وحس ان باتريك اتضايق منه وحاول يعتذر ألان، ولكن باتريك بيسيبه يمشي وألان بياخد جهازه وبيمشي بيه. وقتها بنشوف اتنين واقفين قدام بيت باتريك وبيراقبوه، كانوا بيمتلكوا معلومات كتيرة عن باتريك وألان وغالبا كانوا ناويين على الشر. وبعد كده ام باتريك بتتخنق من حياة ابنها واخيرا بيصعب عليها وبيقرر تاخده للدكتور اخيرا، وهناك الدكتور بيكتشف ان باتريك عنده معدتين. وقتها بيعرفها ان كل الغازات دي سببها المعدتين اللي بيهدموا الاكل بسرعة كبيرة جدا. وهنا باتريك لما بيسمع كده بيفرح جدا انه عنده معدتين حتى لو ما كانش بيستفاد بيهم، ولكنه عنده معدتين ومفيش حد في العالم عنده معدتين زيه. وهنا باتريك بيحس بالفخر وبيحس انه مميز عن كل الناس، وهنا بيفكر انه ممكن يكون رائد فضاء بالمعدتين دول، غالبا كان فاكر هيروح الفضاء ياكل وبس. وفي الوقت ده بيروح باتريك عند ألان علشان يعرفه باللي عنده، وألان وقتها كان شاف مسابقة وقرر يدخل فيها وخاصة بالمخترعين. وقتها كانت المسابقة قايمة على ان المفروض يتم اختراع جهاز بيطير لمسافة 100 متر بدون استخدام بنزين، وهنا بيفكر ألان كتير علشان يشوف ازاي هيعمل الجهاز. وهنا بتجيله فكرة لما بيعرف ان باتريك عنده معدتين وبيقرر ياخد الغازات بتاعة باتريك ويستخدمها في الطيران للجهاز بتاعه ويقدم بيه في المسابقة. وبعد كده بيجي يوم المسابقة والصحافة بتكون مالية المكان علشان مستنيين الحدث الكبير الضخم اللي المخترعين هيقدموا فيه الجهاز بتاعهم، ولكن كل الأجهزة بتاعتهم بتكون فاشلة ومش بتطير وبتبوظ كلها قبل ما تطير حتى لثواني.
وبعد كده بيجي الدور على باتريك وألان، وألان بيخلي غازات باتريك تطير الجهاز، وفعلا الخطة بتنجح وبيطيروا بيه، ولكن بعدها الغازات بتطير من الجهاز وبتدخل في وش الناس كلها وبيتخنقوا من الريحة الخطيرة دي، ولكن ألان بيزبطه من تاني وبيطير بيه من تاني وبيفوز في المسابقة دي. وبعد كده باتريك وألان بيكسبوا فلوس كتيرة جدا، وبعدين باتريك بيكون فرحان وحاسس بالفخر وبيروح تاني عند ديمون في المدرسة وبيجري وراه في الغابة، وهناك بيطلق الغازات بتاعته في وشه بكل قوة، وبيندم ديمون انه فكر لحظة انه ضايق باتريك بسبب اللي عمله معاه، وبعدين بيفقد ديمون الوعي، ومن وقتها بيحرم يقرب من باتريك تاني. وبعد كده باتريك وهو راجع بيته بيعدي على بيت ألان، وبيلاقي ألان بيركب عربية مع الاتنين اللي كانوا بيراقبوهم، وبعدين بيمشي. وهنا باتريك بيدخل بسرعة عند أبو ألان وبيسأله هو ألان راح فين، وأبوه بيعرفه أن ألان سافر لمدينة بعيدة ومش هيرجع تاني دلوقتي. وكان ألان سايب لباتريك رسالة بيتمنى له فيها الحظ السعيد في حياته، وباتريك وقتها كان متضايق جدا أن صاحبه فرقه وسافر، وبيرجع بيته هو متضايق وحزين على صاحبه، ما بيكونش عارف هو هيعمل إيه من غيره بعد كده في حياته، وبيفضل متضايق قوي. وبعد كده باتريك بيفتح البرنامج بتاع رواد الفضاء، وبيعرف أن في فريق من رواد الفضاء مزنوقين في الفضاء ومش عارفين يرجعوا، وهم دلوقتي محتاجين معجزة علشان يقدروا يرجعوا من تاني لكوكب الارض. وبعد كده بيروح مغني اوبرا عند باتريك وبيعرفه انه محتاجه يساعده في تجارب الاداء بتاعته، لان صوت الغازات بتاعته هو نفس الطبقة للصوت اللي هو محتاجه في الاغاني بتاعته، ومش هيلاقي احسن منه يساعده. وبعد كده مغني الاوبرا بيحاول يغرب باتريك وبيعرفه انهم هيسافروا مع بعض بلاد كتيرة جدا، وان باتريك بيضطر يوافق علشان السفر يمكن في يوم من الايام يشوف صاحبه ألان من تاني. وباتريك بياخد شنطته وبيخرج مع مغني الاوبرا في رحلتهم يسمعوا الناس صوت الغازات الصواريخ. واول دولة بيروحوها كانت باريس، وهناك بيقدموا عرض خرافي، وباتريك بيساعد المغني في قفلة الاغنية بالغازات، والجمهور بيعجبه الصوت وبيقوم يسقف بكل قوة. وطول الوقت ده كان جون مغني الاوبرا بيتشهر على قفا باتريك، وكانوا بيسافروا في كل مكان في العالم، وباتريك بيساعده بالغازات بتاعته، ولكن المنافس بتاع جون وقتها كان هيطق من جون وما كانش طايقه بسبب النجاح الكبير اللي بيحققه. وقتها كانت الفلوس بتزيد في ايد جون بطريقة غير طبيعية نتيجة النجاح الكبير اللي قدر يحققه، وكان كل يوم بيحاول يدرب باتريك على التحكم في الغازات علشان يطلع الصوت المناسب اللي هو محتاجه. وكان دايما جون بيكافئه وبيديله الاكل اللي نفسه فيه ياكله، ولكن بعد ما بيجيله الصوت اللي هو عاوزه. وفي يوم من الايام منافس جون بيروح عنده، وهناك بيشوف باتريك. وقتها المنافس بيقدر يعرف سر نجاح جون، وهنا بيحط الباتريك ملين على الاكل بتاعه اللي هياكله علشان يخليه ما يعرفش يتحكم في الغازات بتاعته ويبوظ العرض بتاعه. وبعدها باتريك بيكون مع جون علشان العرض بتاعه، ولكن بسبب الملايم فباتريك بيطلق عدد كبير جدا من الغازات بصوت عالي ومش بيقدر يتحكم فيها. وقتها الغازات دي بتقدر تدمر كل الزجاج الموجود في القاعه، والناس كلها بتقلق وبتستغرب من الصوت العالي اللي عمله باتريك، وكمان الكشافات على المسرح بتتدمر وبتقع على الارض. وهنا الجمهور بيفضل يتريق على جون وبيضحكوا عليه، والجون كان هيموت بسبب فضيحته. وهنا المنافس بتاع جون بيطلع على المسرح وبياخد باتريك وبيفرجه لكل الناس، وبيعرف كل الناس سر نجاح جون. وهنا المنافس مش بيلحق يتكلم لان كشاف من الكشافات بتقع عليه وبيموت. وهنا بتيجي الشرطه وبيقبضوا على جون وباتريك لانهم شايفين انهم السبب في موت منافس جون، وهنا الناس ما بتصدق وكلهم بيتكلموا بشكل وحش على باتريك، وبيعرفوا الناس كلها انه قاتل شرير. ده غير دي ديمون اللي قال قبل كده حاول يتن بالغازات بتاعته. وبعد كده هم قابضين على باتريك، بيجي عدد كبير من الصحافة وبيسألوا باتريك عن اللي بيحصل، ولكن باتريك بيقول لهم انا ماليش علاقة بالمنافس اللي مات، وانا وافقت اشتغل مع جون علشان بس يمكن اصادف وقابل صاحبي ألان في اي وقت. وفي الوقت ده كان ألان قدام التلفزيون بيتفرج على باتريك وسمع كلامه، وبيتأثر جدا ألان باللي قاله باتريك. وان باتريك بيوجه رسالة لألان وبيقوله لو كنت سامعني يا صاحبي ارجع المدينة بتاعتنا من تاني، لان الحياة وحشة جدا من غيرك. وهنا ألان بيسمع كلام باتريك وبيتأثر بيه وبيقرر يشوفه ويرجع له، وبيجي يوم النطق بالحكم، وفي المحكمة بيتهموا باتريك انه قاتل وبيحكموا عليه بالاعدام، وبعدين بياخدوا باتريك لساحة كبيرة علشان يعدموه. ولكن قبل تنفيذ الحكم بالاعدام بيجي عميل من الولايات المتحدة الامريكية وبيعرفهم انه معاه امر انه ياخد باتريك معاه، وهنا بيفكوا باتريك اللي بيفرح جدا انه مش هيموت، وبعدين بيركبوا العربية مع بعض وبينطلقوا بيها للمدينة.
المكان بتاع العملاء، ودول بيكونوا نفس الاشخاص اللي كانوا بيراقبوا باتريك وآلان من فترة، وبعد كده بيركبوا الطيارة وبينتلقوا بيها لأمريكا. وهناك لما بيوصل بيقابل آلان اللي بيفرح بيه جدا انهم اخيرا رجعوا لبعض من تاني، وبيعرفوا ان رائد الفضاء هو اللي طلبه، وبعد كده بيفهموا انهم خدوه علشان ينقذوا رواد الفضاء اللي في الفضاء، وعرفوهم ان الموضوع ده سر ولازم يفضل سر بينهم، وبعدها بيعرفوه انه هيساعدهم، وبعدين بيحضنوا بعض وبيتصالحوا بينهم وبين بعض. وبعد كده آلان بيعرف باتريك انه بسبب عنده معدتين فهو اللي هيقدر ينقذ رواد الفضاء، وان باتريك بيطير من الفرحه لما بيعرف انه اخيرا هيشتغل مع رواد الفضاء. وبعدين آلان بياخد باتريك وبيعرفه على فريق العلماء بتاعه اللي بيكونوا كلهم عيال صغيره، وتعرفوه انهم اخترعوا جهاز يتم تجميع الطاقه فيه من الغازات بتاعته وهتتضاعف مع نفسها. وهنا طريقه التجربه دي هيقدر باتريك يطلع للفضاء وينقذ كل العلماء الموجودين في الفضاء، وباتريك بيفرح جدا انه يسافر للفضاء. ومن هنا بيبدا بعمليات كبيره جدا من التدريبات علشان يكون مستعد للذهاب للفضاء، ولكن باتريك علشان ذكي بيفشل في كل الاختبارات. ولكن على الرغم من كل ده كانوا شايفين ان باتريك لوحده هو اللي هيقدر ينقذ رواد الفضاء اللي في الفضاء. وبعدين بتخلص التدريبات وبيلبسوه بدله فضائيه علشان يتحرك للمهمه بتاعته المطلوبه منه، وتبي بيطلع غازات وبيتفاجئوا بتحولها لطاقه كبيره جدا. وبعدين بيتم التجهيز علشان يركب الصاروخ اللي هيسافر بيه للفضاء، وتها آلان فهم انه ممكن الصاروخ ينفجر بيه، ولكن باتريك صمم على الرحله. وبعد كده بيركب الصاروخ وبينطلق بيه وبيتحرك بيه بعد ما اطلق عدد كبير جدا من الغازات، وان التجربه بتنجح وكل العلماء بيفرحوا، ولكن بيفقدوا التواصل مع باتريك. ولكن بعدين بيرجع الاتصال بينهم تاني وباتريك بيوصل للفضاء على خير. وبعدين بينجح باتريك انه يرجع مع كل رواد الفضاء اللي قدر ينقذهم بسبب المهاره الكبيره اللي عنده، مهارات الغازات برعايه عيله الهانش. وبيخلص هنا الفيلم، اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش انا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس.